موضوع التعاطي مع الزملاء بالعمل. النجاح بالعمل ما بيقتصر على انه نحن عم نأدي عملنا بشكل جيد بس، نعم هو في التعاطي مع ان كان الزملاء، ان كان المدراء، ان كان الزباين. هيدي شغله كثير مهمه لنقول عن الواحد انه هو ناجح بعمله. يعني عبكره اول ما بنوصل الصبح على المكتب لازم همومنا ومشاكلنا كلنا نحطهم على الباب. ما في انا اجي زعلانه من عندي مشاكل خاصه احمل المشاكل الخاصه على المكتب وقابل الموظفين او زملاء لإلي او المدراء بوجه تعبين او عتلاني هم. ليه؟ لانه انا عندي مشاكل خاصه. نعم لازم هذه المشاكل كلها حطها برا، فوت عم بتضحك، صبح على الكل، الابتسامه تكون سبقتني. هذه شغله كثير مهمه لحتى نعمل بوزيتيفيتي بقلب المكتب، نعرف نتعامل مع الزملاء. يعني الاحترام واجب. انا طبعا في شيل الكلفه مع الزملاء، بس مع المدراء لازم استاذنهم. انا ما في شيل الكلفه مع المدير الا اذا هو طلب مني اني انا شيل الكلفه معه. مع الزملاء طبعا فينا نرفع الكلفة، بتعرفي، لأنه المسألة مسألة عادي، معودين أنه نكون مع بعضنا. نعم بس أجين الاحترام واجب والمزح الزايد مرفوض. يعني أنا في أمزح معي كزميلة، بس في حد طبعا لازم نعرف أنه نحن ما نتخطى حدودنا بالممازحة أو بالنكت. نعم كل شيء حلو بس باعتدال. طبعا طبعا النميمة والحكي على بعضنا كزملاء هيدي ابدا منا مستحبه، ولازم نحترم الاماكن اللي نحن عم نتشاركها مع بعضنا البعض. يعني عندك المطبخ، عندك المراحيض، اعرف انه انا هيدا المطبخ مش لإلي وحدي، اتجنب جيب قصص تعطي روايح. ودائما حلو اثني على روح العمل بقلب والتعاون بقلب الشركات، كثير مهمه اني انا اذا نجحت اتشكر الفريق. مش نجاح الشخص، نجاح الشخص بالمؤسسة منه نجاح فردي، هو نجاح فريق عمل. وإذا نعم فشلت ما كمان حط لوم اللوم على الآخرين. نعم لازم نحترم القانون اللي بيترتب عن الشركة، كيف لازم ألبس، ما لازم روح كتير سبور ولا لازم روح كتير لبسة قصص سهرة ما بعرف سهرة، نعم ولا كمان بتعرفي هلا ايام صيفيه نعم ما كتير نتفرع. نعم لازم نحترم اللبس نعم القوانين محتشم المرعيه، يكون الاجراء نعم محتشم نعم بقلب الشركات. نعم هيدي تقريبا الأبرز بالاجمال. نعم النق على الشغل ما حلو. ايه صح، هلا بهالايام كتير عالم عم بتنق عن الشغل. نعم لازم نعرف انه هيدا الشغل اللي انا عم بنق عليه كتار عالم عم تحلم صح تاخده، خاصة بعد الكورونا. صح، بقى خلينا نكون grateful للشغل اللي نحن عم نشتغله. ممنونين طبعا. الإخلاص كتير مهم، التفاني كتير مهم، نعطي من قلبنا كتير مهم، خاصة بهالأيام الصعبة اللي عم نمرق فيها.